السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العديد من زملائنا الباحثين طلبة الدراسات العليا بخصوص برنامج الإكسليتس، أنا سابقا وضحت لكم ترسمون الريزيجوال باستخدام برنامج الإكسليتس. اللي شنو يقصد بالريزيجوال؟ يعني الفاريشن، قد اختلاف بين الأوبزرفيت والبريدكشن، فيرسم لك الريزيجوال. يعني هسه مثلا للبريسبيتيشن، لاحظ هسه هذا راسم لك اياه بس باستخدام الإكسليتس اللي هو برنامج بالاصل اللي تنصب وشارحه عنه اني، لكن هو ب ترايل فري 14 يوم وراها لازم تشتري. تمام، يعني بعد خلاص يخلص البرنامج وتمضي، يعني الا تشتري اللايسنس مالته. اذا كطالب $150 يمكن، كستودنت واذا شركات $1,700 اي دونت نو بالضبط. المهم انا اريد ارسم هذا الفاريشن، فاريد الريزيجوال، يعني يصير هذا بين التايم وبين الريزيجوال. فهنا هسه الريزيجوال رسم بوقتها من حسابناه، هنا اذا تذكرون ترجعون هاي المحاضره حسبته لهم باستخدام برنامج الاكسلتس اللي يتنصب ضمن الاكسل، وكذلك يعني ضمن الادفانس اكو تايم سيريز. بالتايم سيريز اكو اوبشن اسمه الاريما، موديل الاريما، وانا شارحه عنه مسبقا. لكن يعني هسه هنا تلاحظون عندي معلومات التبخر طفتهن، واريد ارسمهن ايضا بعد ما طلعت المسوات، اريد ارسمهن اسوي الفاريشن مالتهن. هنا البرنامج متوقف عندي، وايضا سالت هذا السؤال العديد من الباحثين، فحبيت اوضحه بفيديو حتى يكون واضح لهم انه شلون يرسمون الرزجوة بدون استخدام الاكسلت وبالاستعانه بنفس البرنامج الاكسل الاصلي. اول شيء تروح على الديتا، تحرر داتا اناليسز. اذا ما لقيتها دكتوره متحرر داتا اناليسز مين اجيبها، تروح على فايل اوبشن، تروح على الاد ان، هاي الاد ان تختار جو، تحدد هذا الخيار الثاني اللي هو اناليسز تول باك، تنطيه يعني ترو فقط هو، تقول له اوكي. بعد ما تنطي هذا الخيار راح تتحرر عندك الداتا اناليسز اذا ما لقيتها عندك، واذا لقيتها عندك بعد خلاص تشتغل بها مباشره. هسه نروح على بعد ما تضغط عليها تعطيك هي عدة خيارات، تروح على خيار اسمه الريجريشن، بعد ما تحدده تقول له اوكي. تمام، يطلب من عندك هسه الاكس الواي. الواي انا عندي اياه هو الايفابوريشن، عندي هاي قيمة الايفابوريشن. بعد عندي الاكس، هذا الاكس اللي هي السنوات، هاي السنوات عندي 3 4 8 7، هاي السنوات ضبطهم. تجي بس تحدد هذا الريسيجوال، الريسيجوال بلوت اذا تريده، انا بس احتاج اقيم لين بعدين انا ارسمهن، فتقول له الريسيجوال. تمام عيني، هسه نجي هنا تقول له اوكي، راح يحسب لك اياها. تروح على البيج لاي اوت حتى يصير من هاي الجهه، وكذلك تنطي فيو حتى يبين الجريد لاين. هسه نجي على الريزيجوال، هذا الريزيجوال عندك هنا. تمام عيني، تجي وكأنه ترسم انت هسه، مثلا لو تقول انا ارسم بين هذا وبين هذا، طيب شلون يصير الرسم؟ هذا يصير الرسم عندك بين التايم وبين الريزيجوال. انت المفروض تضيف حق الاسم المين. المين شنو معنى المين؟ معنى المين انه يعني المعدل المتوسط اللي يمشي عليه. لو هسه راح ارجع لك هسه هنا، ما عندك مشكله حسب الريزيجوال تريد ترسم، راح ارجع مثلا على الرسم البريسبيتيشن. تمام، هذا الرسم مثلا، هذا خاص مثلا بالتمبرتشر او خاص بالبريسبيتيشن، بالتمبرتشر خاص هذا، فاريد ارسم له المين. شلون ارسم المين؟ تروح تطلع هاي مالكم علاقه بس تطلع المين. المين شنو؟ لكل 10 سنوات مثلا تاخذ، هسه انا عندي 40 سنه، فماخذه لكل 10 سنوات اطلع مين واحده. لاحظ هسه هاي قيمه المين اللي هنا، هاي هنا العفو، هنا اتوقع اي هاي، لاحظ هي عباره عن هاي السنوات الافرج مالتهم، طلعته مشيته على ذني كلهن. كذلك للسنوات اللي بعد ياخذ معدل هذه السنوات، اجي اضيف للرسم. انا هسه راسمه بين الريزيجوال وبين هذا، اجي اضيف للرسم. طيب هذا دكتوره شلون رسمتي؟ ترسم عادي كولومز، تروح تضيف للرسم، تقول له سلكت ديتا، اضيف لك واحدة جديدة سميها مثلا هسه راح نعطيها 5 5 5، اوكي انطيني الواي مالتها، هذا الواي اللي هو المين، هذا خيار الواي لهنا، اوكي. هسه بعدين اقول له اوكي، هسه
انت برسم لي اياها اعمد اردمي يسهل مين عن غيرها. شنو اسوي؟ اروح اختارها اقول له change series type، تروح على هذا الخيار اللي بالاسفل، اقول له بقي لي ذني كولومات فقط، هذا غير لي اياها الى خط لاين. فهسه هنا راح اقول له هذا مشي لي اياها لاين، لاحظ؟ اقول له اوكي، هذا هسه حدد لي اياها لاين، اروح على هذا اللاين اغير الخواص مالته، مثلا اغير اللون، انطي لون احمر حتى يبين، وانطي مثلا التهشير مالته اخليه بهذا الشكل. هسه لاحظ الشكل يكون مطلوب من عندك بالبحوث، انه انت رسمت الريزجوال وهذا معدل المين مالتهم. تمام عيني؟ هذا هو احنا نسميه المين. ضروري تخليه يختلف. وذني البدايه شلون ارسمها؟ ذني هذولي شلون رسمتيهم كولوم؟ مجرد ما تختارهم انت بالاصل، يعني هي عفوا يعني هذا هسه اقدر اغير رسمته؟ اي نعم تقدر، تروح على الانسيرت، من الانسيرت تقدر تختار لاين. شوف هسه رسم لك كلاين اذا انت تريد ترسمه كلاين، واذا تريد تغير اللاين مالتك شنو هسه تروح تختاره نفسه، تقول له change series type، غير لي السيريز تايب. هسه راح نجي على هذا نغيره، اريد اغيراني اقول له بالتغيير هنا، لاحظ اقول له مثلا سوي لي شنو انت تريده، تايب كولوم شنو اللي عندك متوفر انت تختاره. تمام عيني؟ هسه انا اقول له مثلا اريد كولوم، تمام تختار له كولوم تلقائيا، راح يمشي لك اياها على كولوم الشكل ظهرت. زين انا هاي بدي ارجع شلون مثل ما قلنا نفس الشيء تشينج سيريز تايب، هسه هذا هم اخذ كولوم وغير رجع لاين مثل ما قلنا، واقول له اوكي. هذا هسه يكون الخط واضح امامكم والرسم واضح، والريزجوال شلون طلعناه باستخدام الداتا داتا اناليسز بدون الاستعانه باي برنامج فرعي اخر. ان شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم، وانا اعتبر هاي الفيديوهات الاضافيه البسيطه اللي تنضاف فيديوهات حل المشاكل اللي تواجه اغلب الباحثين، ونشر هذه الفيديوهات ممكن انا هاي الطرق ما انشرها، يعني اعتبرها انه الباحث هو اللي يستنتجها، بس صراحه من ماب يعني مبدا زكاه العلم نشره احب انشر ايضا هذه الفيديوهات، لان ممكن الباحث من يشاهدها ويلاحظها راح تسهل عليه مهمه مثلا اسبوعين، انه هو يكون غاط بهذه المشكله ويريد يخرج بحل، فانا جزء سهل اللي هي جزء خلال نص ساعه هو يلقى الحل المثالي. لا تنسوا تدعون زملائكم الباحثين الى القناه للاستفاده منها وطلبه الدراسات العليا خاصه من تفرع الهندسه المدنيه الموارد المائيه، وان شاء الله احنا راح ندعمكم بكل شيء جديد. واذا عندك اي سؤال او استفسار من هذا الفيديو تقدر تراسلني على الكومنت الخاص بالقناه ضمن هذا الفيديو، وان شاء الله نجاوبكم. واذا واجهتكم مشكله في مكان ما وتكررت عند اكثر من باحث ايضا نسوي بها فيديو. نلتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى. أيضا دمتم على أمان الله وحفظه.